بغداد الجواد هو بيها الحاكم رغم أن يعلن في الرشيد ملك موسى كاظم. باب الحوائج. كثيرة هي الألقاب التي اشتهر بها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، إلا أن باب الحوائج هي أكثر ألقابه ذكراً وأشهرها ذيوعاً وانتشاراً، فقد اشتهر بين العام والخاص أنه ما قصده مكروب أو حزين إلا فرج الله آلامه وأحزانه، وما استجار أحد بضريحه المقدس إلا قضيت حوائجه ورجع إلى أهله مثلوج القلب مستريح الفكر مما ألم به من طوارق الزمن وفجائع الأيام، وقد آمن بذلك جمهور شيعته بل عموم المسلمين على اختلاف طبقاتهم ونزاعاتهم. فهذا شيخ الحنابلة وعميدهم الروحي أبو علي الخلالي يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. وقال الشافعي: قبر موسى القاظم الترياق المجرب. لقد كان الإمام القاظم عليه السلام في حياته مفزعا وملجأ لعموم المسلمين، وكذلك كان بعد وفاته حصنا منيعا لمن استجار به. وقد نقل أنه مغص بعض الخلفاء فعجز الطبيب عن دوائه، وأخذ جليدا فأذابه بدواء، ثم أخذ ماء وعقده بدواء وقال: هذا الطب إلا أن يكون مستجاب دعاء ذا منزلة عند الله يدعو لك. فقال الخليفة: علي بموسى بن جعفر. فأتي به فسمع في الطريق أنينه فدعا الله سبحانه وزال مغص الخليفة، فقال له: بحق جدك المصطفى أن تقول بما دعوت لي. فقال عليه السلام: قلت: اللهم كما أريته ذل معصيته فأره عز طاعتي. فشفاه الله من ساعته. طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم، وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم. بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. وقد روى الخطيب البغدادي قضية كان فيها شاهد عيان عندما شاهد امرأة مذهولة مذعورة فقدت رشدها لكثرة ما نزل بها من الهموم، لأنها أخبرت أن ولدها قد ارتكب جريمة وألقت عليه السلطة القبض وأودعته في السجن ينتظر الحكم القاسي والظالم. فأخذت تهرول نحو ضريح الإمام مستجيرة به، فرآها بعض الأرذال الذي لا يخلو الزمان منهم، فقال لها: إلى أين؟ فقالت: إلى موسى بن جعفر، فإنه قد حبس ابني. فقال لها بسخرية واستهزاء: إنه قد مات في الحبس. فاندفعت تقول بحرارة بعد أن لوع قلبها بقوله: اللهم بحق المقتول في الحبس أن تريني القدرة. فاستجاب الله دعاءها وأطلق سراح ابنها، وأودع ابن المستهزئ بها في ظلمات السجن بجرم ذلك الشخص. فالله سبحانه وتعالى قد أراها القدرة لها ولغيرها كما أظهر كرامته عليه، فما خاب من دعاه وما فشل من استجار به. ولنعم ما قاله أبو نواس فيه لما لقيه يوما: إذا أبصرتك العين من غير ريبة وعارض فيه الشك أثبتك القلب، ولو أن ركبا أمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب، جعلتك حسبي في أموري كلها، وما خاب من أضحى وأنت له حسب. ولا يخفى أن هذه الأبيات كانت يقظة من يقظات الضمير ونسمة علوية من نسيمات الروح، ذلك أن أبا نواس الذي كان يعيش على موائد بني العباس
والذي قضى معظم أيام حياته في اللهو والمجون قد انبرى إلى هذا المديح العاطر في هذا الوقت الذي كان من يمدح أهل البيت ينال عقوبة كبرى قد تؤدي به إلى الموت. لكن مثالية الإمام وواقعيته التي لا ند لها في عصره قد سيطرت على روح الشاعر العباسي وأنسته النتائج. ثم يروي الخطيب البغدادي عن محنة ألمت به فاستجار بالإمام موسى وكشف عنه الهم والغم، فيقول: وأنا شخصيا قد ألمت بي محنة من محن الدنيا كادت أن تطوي حياتي، ففزعت إلى ضريح موسى بن جعفر بنية صادقة، ففرج الله عني وكشف ما ألم بي. ولا يشك في هذه الظاهرة التي اختص بها الإمام إلا من ارتاب في دينه وإسلامه. لقد آمن جميع المسلمين الأبرار بالأئمة الأطهار منذ فجر التاريخ، ولم يزالوا يعتقدون اعتقادا راسخا في أن أهل البيت عليهم السلام لهم المقام الكريم عند الله، وإنه يستدفع بهم البلاء وتستمطر بهم السماء. ولعل أشهر عبارة يتداول بها الشيعة لحفظ بعضهم البعض والتأمين على أنفسهم وأهلهم وأولادهم بها هي: بأمانة موسى بن جعفر، فهو خير مستودع، وأمانته أمانة الله، والله لا تضيع ودائعه. بأمانة المولى بن جعفر لا تضيع ولو دعاها كافر الجدين. لا عجب، وهو أبو الرضا شمس التقى، قاضي قضاة العشق، قاضي الدين، وأبو التي زوارها في قمها زاروا بها مكسورة الضلعين. مثل ما زينب كفيل الهب فاضل، مثل ما زينب كفيل الهب فاضل، الكاظمين